السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي ملوك طيور الزينة، أجدع رجالة وأجمل إخوات. فيديو اليوم هنتعرف من خلاله على أسهل طريقة لمعرفة الفرق بين ذكور وإناث طيور البادج الأسترالي وتحديد عمره. لكن قبل ما نتكلم، ياريت كل اللي بيشاهدنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزينة. رجعنا لكم مرة تانية. دايما اخواتنا وحبايبنا المبتدئين في تربية البدج بيسألوا ازاي اعرف الفرق بين الذكر والانثى، وما يضحكش عليا وانا بشتري عصافير بدجي وحد يديني جوز ذكورة او اناث سنهم صغير ومش شغالين. فالنهاردة هقولك على اسهل طريقة تعرف فيها الفرق بين الذكر من النتاية في اي طفرة ومن غير تعقيد، وكمان هتقدر تعرف الطيور دي صغيرة ولا شباب ولا كبيرة بسهولة. وكمان في اخر كلامنا هنعمل اختبار لكم صورة تختبر فيها معلوماتك اللي عرفتها، وتكتب لي في التعليقات جبت كم من 10 في الاختبار ده. يلا بينا نبدأ كلامنا على بركة الله. اولا الفرق بين الذكور والاناث. احنا بنقدر نفرق بين الذكور والاناث في البدج الاسترالي من خلال لون كير الطائر. والكير هو المنطقة أعلى من قار الطائر واللي بنقول عليها الأنف، يعني أنت مش محتاج تمسك العصفور في إيدك، مجرد ما تشوفه عن قرب وتعرف لون الأنف هتقدر تعرف العصفور ده ذكر ولا نتاي. واللي بيكون لون الكير في العصافير الصغيرة حديثة الفأس باللون الأزرق الفاتح أو باللون البنفسجي، واللي بيقول عليه البعض اللون البمبي. طيب هو اللون ده بيتغير؟ أيوة بيتغير للأغمق، لكن مش بيتحول للون تاني، يعني كل لما العصفور بيكبر اللون بيتقل لحد ما يبقى أزرق غامق أو بنفسجي غامق، وده في الذكور الكبير. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب الإناث، الإناث الصغيرة بيكون لون الكير عندها أبيض وفي نسبة زرق بسيط، وده اللي بيعمل مشكلة عند البعض وبيقول على بعض الإناث الصغيرة إنها ذكور. يعني إيه؟ يعني مش هعرف أحددها؟ لا طبعا هتعرف. شوف، أنت هتبص على فتحتين الأنف الموجودين في الكير، هتلاقي الفتحتين دول باللون الأبيض وحواليهم دواير بلون أفتح من باقي لون الكي، وده دليل على إن الطائر أنثى. حاجة بسيطة جدا ومفيش أسهل من كده. طيب اللون ده بيتغير مع الوقت؟ بيتغير، وبيبدأ مع تقدم الإناث في العمر نسبة الزرائق البسيطة دي اللي موجودة في لون الكير تقلب للون الأبيض الباهت والقريب من اللون الرمادي، وده بيكون في سن الشباب. وأول ما تبدأ توصل لسن التزاوج هيقلب اللون ده للون البني، كل ما تكبر البني ده هيغمق اكتر. برضو الموضوع سهل جدا ومفيش فيه اي صعوبة. يعني باختصار الذكور الصغيرة لون كيرها ازرق فاتح او بنفسجي، وبيقلب لازرق غامق وبنفسجي غامق في الذكور الكبير. الاناث لون كيرها ابيض زهري وبيقلب لابيض ثم رمادي ثم بني. بس كده نيجي بقى لتحديد العمر. انت كمبتدئ في مجال تربية البادجي محتاج تعرف تحدد 3 مراحل عمرية للطائر، وده علشان محدش يضحك عليك، واللي هما العصافير الصغيرة والعصافير الشباب والعصافير الكبير. اما تحديد العمر بالشهور انت هتعرفه لوحدك مع التفريخ لما العصافير تكبر قدامك وتشوفها بنفسك في كل شهر شكلها عامل ازاي. طيب بنعرف عمرها ازاي؟ اقولك، احنا بنحدد العمر من خلال عين الطائر، وتحديدا من خلال حجم خط حدقة العين واللي بيكون على شكل دايرة حوالين نين عين الطائر، وبتكون لون الدايرة دي رمادي باهت لدرجة كبيرة جدا في اول عمر الطيور بعد الفأس، وبتبدأ الحدقة دي تكبر واللون الرمادي يتقل بعد 3 شهور من الفأس، وبعدها يبدأ اللون الرمادي ده يتحول تدريجيا للون الابيض في سن التزاوج، وحجم الحدقة يملى العين تقريبا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد الفأس الحدقة دي بتكون باهتة جدا لدرجة عشان تشوفها محتاج تمسك الطائر وتدقق في عين، أما في سن الشباب بتقدر تشوفها من بعيد باللون الرمادي من غير ما تدقق في عين الطائر أو تمسك، وفي سن التزاوج بتكون باللون الأبيض الواضح وحجمها كبير. طيب بنقدر نحدد العمر بحاجة تانية؟ أيوة، احنا كمان بنقدر نحدد العصفور الصغير من منقاره. ازاي؟ أقول العصفور بعد الفأس بيكون المنقار فيه بعض اللون الأسود، ويبدأ يختفي اللون ده تدريجيا لحد ما يفضل اللون العسل للمنقار بدون ألوان معاه، وده بيكون بعد شهر من الفأس. طيب هنستفاد منه بإيه؟ الطيور الإينو اللي لون عينيها أحمر ومش ظاهر ليها حدقة في السن الصغير هتعرفها من لون المنقار، ولما بتوصل لسن الشباب لون المنقار ده بيبهت ويتحول للون عسل غامق، وفي سن التزاوج هتظهر حدقة العين بلون أحمر أخف من باقي العين وتقدر تشوفها بسهولة. بس كده؟ ايوه بس كده. شفت الحكايه سهله ازاي؟
طيب ما تيجوا بقى نختبر معلوماتنا مع بعض ب10 صور لتحديد الفرق بين الذكور والإناث وزيهم لمعرفة العمر، وتعرفني في تعليق جبت كام من 10 في كل اختبار. يلا بينا. بكده نكون خلصنا كلامنا، ومستني اشوف حبايبنا في الاختبار عرفوا كام صورة صح. ولو لسه محتاج شرح او معلومات اكتر عن تحديد ومعرفة الفرق بين ذكور واناث البادجي وتحديد عمرها، فتم شرح الموضوع بالتفصيل على مدونة ملوك طيور الزينة، ورابط الموضوع اسفل الفيديو. وانتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة مفيدة بإذن الله على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزينة. ربنا يحفظ طيورنا وطيوركم من كل شر. تحياتي بهاء محمد.